الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الناس ما تتعجب من الكلام الذي ذكر من الإخوة جزاهم الله خيرا في بيان التوحيد والتحذير من الصوفية، لأنهم يدعون إلى الشرك بمصنفاتهم وبكتبهم، لكن بعد ذاك في بعض الألفاظ يعني الزول ما يقول الله داير منك سبب للرحمة، وإنما الرحمة من الله سبحانه وتعالى. بعد ذاك الرحمة دي صاح عندها سبب، كقوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. فالكلام ذكره أخونا أبشوق حفظه الله تعالى فيه التحذير من الصوفية والدعاء دعوة الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له. وليه الصوفية بالتحديد في بلدنا هذه ما في دعاة كثيرين للشرك؟ يعني في دعاة للشرك، في الشيعة بيدعوا للشرك، في الملاحدة ديل عندهم إلحاد ديل بيقولوا الله ما في، وفي 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 إلى آخره. لكن الصوفية بالتحديد لأنه الآن هم في بلدنا دي كتار وعندهم مصنفات وخاشين في الجرائد وفي التلفزيون وقاعدين في السوق، وهسي في السوق ده قاعدين مصايب كثيرة صوفية اتقلقلوا واتلملموا. رسول عليه الصلاة والسلام قال كل مولود يولد على الفطرة. الفطرة دي الزول لما يلدوه ما بيعرف مكاشفي ولا بيعرف كباشي ولا بيعرف صايم ديما ولا بيعرف تعلق بالبشر، وإنما الفطرة أنه يثبت وجود الله تعالى، دي الفطرة. بعد ذاك وحدانية الله سبحانه وتعالى. ومن هنا جاءت جميع دعوات الأنبياء والرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. لما الزول ترفع فوق حده ده بقيته طاغوت، انت بقيت من ناحيتك انت طاغوت، هو قد يكون ما طاغوت أصلا وما يجوز تصفه بأنه طاغوت بعضهم يعني، لكن من ناحيتك انت رفعت فوق قدره. لما تقول الشيخ بدي الجنة زي ما قالوا الصوفية، قال البرعي في كتاب أعلام الطريق، ما قاعدين نفتري عليه ولا نكذب، بنجيب الكتاب دل من برا سايب كوركو، أوه وهابية شيخكم قالوا يهودي، لا شيخنا نجدي ما بشي. لما قالوا يهودي قاعدين نقول لك أبقى يهودي، نحن وعلمناك اليهودية ولا التوحيد؟ توحيد حق اليهود معناه الشغلة دي لسان الذي يلحدون إليها أعجمي وهذا لسان عربي مبين. الله قال عن الرسول عليه الصلاة والسلام تلخبط شنو؟ لما شيخكم قالوا مات في الحمام، لا زمنه ما في حمام، دورة ما في وسائف ما في ياتو حمام. لما شغلتكم دي لا شغلتنا، قلنا لك نادي شيخنا أي ما قلنا لك نادي الله سبحانه وتعالى. لكن برعي بقول كباشي كم أدى ولد في كل بلد، كم حل عقد كباشي يربط ويحل في كل محل كباشي، المتوكل لأمر يكل كباشي من غير مس وتفل، كم أدى طفل كباشي. الكلام ده بوافق الشريعة ولا بخالف الشريعة؟ قال تعالى في القرآن ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. البخلق الجنة في الأرحام ده الله سبحانه وتعالى، لذلك قال أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. الجنة مرة سنتين ثلاثة ما ولدت، أربعة خمسة ستة سبعة ما ولدت، والدول الشيخ والشيخ بدي يقول لك بدي الجنة، هذا دار جنة، هاي الولد بوقية والبيت بنص وقية
والله مديك له مجاني زاي في زول لا بعرف الوقية ذاته ولا عنده ذهب، الله مدي جنة صح ولا ما صح؟ في ناس ما بعرفوا الشيوخ ذاته كفار عديل، ديل كفار برا واحدة، الكفار ديل قاعدين يلدوا ولا ما قاعد يلدوا؟ شارون ده مش ولدوه؟ شارون مش قاعد جماعة ديل قاعدين يلدوا؟ اي ناس بوش ما قاعد الفتة انتوا شدة ما زعلتوا منها سميتوها بوش، انت قال بوش دي شنو؟ البوش ده بوش ده ذاته مش ناس وقاعدين يلدوا؟ اي انت جماعة ديل بيمشوا لشيوخ الكفار ديل اللي بديون الجنة منو؟ والله بديون الله. طيب كافر الله بدي الجنة، انت مسلم بتصلي لي الله ما ترفع يديك؟ اسأل الله سبحانه وتعالى بديك دار بيت يا الله بيت بديك بيت، يا الله ولد بديك ولد، يا الله الاثنين سوا بديك لين تيمان، مرات ناس بيجيبوا تيمان بيجوا اثنين اثنين شغالين واحدين ولا يشي، في النهاية ابتلاء تشكر الله سبحانه وتعالى وتصبر. مسألة ثانية مسألة علم الغيب برضو الصوفية لخبطوا فيها، تقال الناس بتكلم في الصوفية ليه لخبطوا في الموضوع ده برضو؟ برعي قال قوماك نزاور في كتاب ديوار رياض الجنة ونور الدجنة، قوماك نزاور الأولياء الأقطاب ليهم نشاور، لحد ما قال منهم خفي الحال منهم مجاهر منهم عليم بالغيب باطن وظاهر. قال لك الشيخ يعلم الغيب الباطن والظاهر، الشيخ والولي والأولياء وكذا. وقال تعالى في القرآن قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله إلا الله، والناس ما بصدقوا كلام الله ليه؟ قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، الله قال لك الغيب ده ما بيعلم إلا أنا. والشيخ قال لك شيخ قال لك الأولياء بتاعيننا في واحدين بيعلموا الغيب، انت تصدق منه؟ انت كمؤمن تصدق منه؟ الصوفية لخبطوا عشان كده المرأة عندها ذهبات راحا طوالي، أبويا الشيخ شوف ليه الذهب وين، الذهب جاي سرقوه ماشيين لابين الشيخ، أبويا الشيخ شوف ليه السرقة دي كيف حوط لي، في واحد في رفاعة ناظروه بدري بعدين قال أنا بحوط وبعرف الحرامي، قال عنده كورة بعدين جوا وعنده موية قال بعرف الحرامي، فذاك ناظر وقال له اسمع الحرامي جوا الكورة ده حقيقي ولا خيال؟ كان قلت حقيقي أمر قلينا ما حقيقي، هاي هو في حرامي قدر كورة؟ انت مش مفكر براع ده حرامي ولا فار؟ حرامي. قال لي يا جوا الكورة دي يا حقيقي يا خيال، إن قلت حقيقي أمرقو وإن قلت خيال دقست، لأنه الله قال فخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، ده مقص في النهاية حلو كتمت به مرة واحدة، فإنت ده تمش له مدلك كوز مشكلة طويلة والكوز برا ملخبطة وجوا ملخبطة، مدلك كورة أقبضه طوالي بالكورة دي، قل له حقيقة أمرقو، خيال شغلتك دي بلبلة طوالي معروفة سحر أبقى مارك خليه. صوفية لخبطوا يا ناس. مسألة ثالثة مسألة الدعاء، قال إناب خطب في البلاد نزيله قل يا ولي الله إسماعيل، وجات مصيبة نادي إسماعيل، شكاك البيعتر يقول لك يا فلان ألحقنا ويا فلان أفزعنا ويا أهل الله ويا فلان ويا إلان إلى آخره. ورب العزة والجلال قال في القرآن إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، والله أنا على يقين إنه أي زول مشرك مرتد ينتسب إلى الإسلام ويقرأ القرآن هذا لا يصدق كلام الله، أنا على يقين إنه الناس ديل الله ما بصدق كلامه، لأنه ما ممكن الله يقول لك إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم وتقول لي لا بيسمع، معناه إنت شنو؟ ما كلام الله ده إنت عندك فيه رأي، وتقول له القرآن كيف؟ يقول لك ده أحسن كلام، قال لك إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، تقول لي الشيخ بيسمعني؟ ولو سمعوا ما استجابوا لكم، قال لك الله قال لك الجماعة ذيل ما بيسمعوا، وكان سمعوا ذاته، الله قال لك كان سمعوا ما بيستجيبوا، شنو تعتر؟ تفلان الحي فلان يا علان أوك في كربك عنده بتغيثك جنده، وتناديه وتغيثك جنده وهم نزاته جند منو بلبلة، شكر رب العزة والجلال قال ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك
ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. أنت ظالم، شلت حق الله وديته لعبد من عبيد الله سبحانه وتعالى. قال تعالى في سورة الكهف: أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. تتخلي الله يا أخ سبحانه وتعالى، تترك رب العزة والجلال وتمش لغير الله، الحقونا وافزعونا. وأسأل الله يا أخ الكريم، السماء رفع براو والأرض طحا سبحانه وتعالى، خلقك انت كامل كذي، خلقك وصورك وسواك وأحسن كل شيء سبحانه وتعالى، لك قدم لك النعم وأتمها عليك وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. إن عصيت استغفرت بغفر لك، داير جنة سألت بديك، داير مال بديك، ويحسن وأنت تسيء وبعد تمشي لغيره. لكن تشوف النازل شاكذي ده الموضوع الأساسي، حجبات ما تعلقها. قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وقال سبحانه: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. ودي الدعوة يا جماعة، وي أنا أوريكم بالواضح، دي دعوة الله، توحيد ده ما في شيء تاني، توحيد وتتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، كن على الكتاب والسنة، ما تضيع زمنك، ما تخش المساجد الناس تضيع لهم زمن ساعتين ونص تكلم لهم ومن غير توحيد، وهن فيهم ما فيهم من دعاة الشرك والباطل، ده ضيع على الزمن. ليه ضيع على الزمن؟ هو صح قد تتكلم في مسألة من الدين في أجر، لكن ضيع على الزمن لأنه الزول المشرك ده حتى لو سمع كلامك في مسألة من فضائل الأعمال وما شاء عبد الله وعبد غير الله. الله قال في القرآن: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لكن انت تعالوا خاضوا في الأمر العتيق، أمر التوحيد، وأي ناس أبو الدعوة دي دعوة التوحيد دل فيهم مرض والله الذي لا إله غيره. كما قال تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وقال تعالى: وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. نازل ما بحبوا الله، والله ما بأي زول مشرك آي ده محبته في الله فيها خلل، لأنه أنت اللي بتحبه بتفرح لما يذكروه. هسي زول عنده أولاد، أولاده بحبهم، واحد تخرج هندسة، واحد طب، واحد كذي، تلقاه في صيوان العرس من غير أي مناسبة، نقول الله الحمد لله نعم كثيرة أولادنا ما شاء الله، واحد دكتور، واحد مهندس، واحد كذي، ما شاف غادي برضو ناس متلمين جابوا له سيرة أولاد. هل أولاد كيف؟ لا الحمد لله والله ململ ولا بيزهج. لا يا الكبير دكتور يا أخ دكتور، واسي بحضر داري بقى جراح وجارحة بيجاي والدين جارح وبيغاد وبيجاي، ها ولدي مهندس يا هندسة يا أخ هندسة ما بتعرفها وكذي، ولدي التاني بقرا اقتصاد قروش قروش بكش شغال فرحان كله فرح ساي، بعد يومين ثلاثة تاني يجيبوا سيرة أولاده برضو يتكيف. ليه؟ لأنه بحب أولاده بيفرح من السيرة دي. انت كيف تحب الله ولما نذكر لك التوحيد تتضايق؟ تاني يذكر لك التوحيد تتضايق، يذكر لك التوحيد تتضايق، معناها شنو؟ معناها في خلل. شكر رب العزة والجلال قال في سورة يونس: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله. موضوع ده بدله لنا يا ما طوالي توحيد توحيد. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وقال تعالى في سورة الحج: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات. آيات التوحيد مش واضحة؟ مش بينة؟ وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. قرب ياكلك وكتلك والله. السبب شنو؟
انت قفت قدام الناس كذا مش اقف في المسجد. وعليكم السلام. وعليكم السلام. والله انتوا عارفين الاكياس كثيره في الشارع والناس تتعاون لمدافعه الاكياس، والغنم لما تاكل الاكياس بتموت واللبن الغنم بينقطع، والموضوع ده طويل. الجامع شت اغلبته يتكيف يقول لك والله مولانا موضوعك مهم فعلا، الاكياس دي والله شايفينها بعيننا وكذا 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 موضوع تمام. تمش تاني مسجد تتكلم التبرج وهؤلاء البنات المتبرج، وعمك ذاته بكون بكشف في الدس تحت النظاره وبيبرا وبيغادي يقول لك اي والله التبرج ده كثير والله فتنونا. عمك تلقاه يكركب وفتنونا يقول بجمه ذا بيغادي تكلم بجاي عن السرقه يقول لك اي يوم ذاك واحد في الجامع والله في زاويه انا بعد الدرس ولا قبل يوم ما بعرف الزول ده قام قدام الناس يا ناس تجمع تبرعات ونجيب 200 لمبه اي عمود ناخد فيه لمبه والله شو قال بتاع الدكان شوف عينه قال شايف الحرامي شايل الشاشه بتاعت التلفزيون وما انا قلت له ما يشيلها يا اخي تخارج ما كويس تلفزيون ده تخارج منه في الجامع. قال له الحرامي شايل شاشه التلفزيون وماشي معناه لازم ننور الشوارع دي عشان شنو والناس تدفع. ها قلت له اللمبه بكم؟ واحد قال له والله اللمبه دي بكذا وكذا. خلاص يا جماعه ده قال بكذا خلاص جمعوا القروش نشتري لمبات. موضوع لمبات الجامع جات يضحك بين ذات ضحكته والله موضوع لمبات هاي وحرام الناس قاعدوا يضحكوا. تكلم في التوحيد يناصروك نفرين والنفرين ذاته يد معاك ويد ببرا لك يا اخي والله كلامك صح لكن كترتها يا اخي الشغله دي ما طوال كتيره كدي بس كتيره ما في شيء كتيره بس كدي في الموضوع ده تكتر كدي لما في النهايه الحق يظهر ويبقى واضح. قالوا يا نوح قد جادلتنا فاكثرت جدالنا والله قالوا ليه الموضوع ده كترته وكذي فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. فالموضوع طويل إذا مد الله في الأجال الناس تاني تواصل في التوحيد. جزاكم الله خيرا صلى الله وسلم على نبينا محمد.